السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم في Lesson 5 في اللي هو هنتكلم فيه عن الـ Measuring Pressure. إزاي هنقيس الـ Pressure؟ فإحنا عندنا 2 devices هنستخدمهم to measure the atmospheric pressure. عندنا الـ Mercury Prometer. الـ Mercury Prometer ده الجهاز اللي احنا بنستخدمه عشان نقيس بيه الـ Atmospheric Pressure. وعندنا كمان الـ Manometer. الـ Manometer ده اللي بنستخدمه عشان نقيس بيه الـ Pressure بتاع مين؟ جاز. فالدرس ده هنقسمه على جزئين، الجزء الأولين هنتكلم فيه على الـ Mercury Prometer، والجزء الثاني هنتكلم على الـ Manometer والـ Types of Manometer وهنعرف أنواعه وإزاي هنستخدمه، وبعد كده هنخش على حل الأسئلة بتاع الدرس ده. فيلا بينا. اهلا بكم مره ثانيه. الجزء الاول ان شاء الله اتفقنا هنتكلم فيه على الميركري برومتر. تعالوا نتكلم على الميركري برومتر، الجهاز اللي احنا شايفينه ده. الميركري برومتر ده اول حاجه نعرفها الاستراكشر بتاعته. الاستراكشر بتاعته بيتكون من ايه؟ اول حاجه عندنا ده كده اللي احنا بنسميه عندنا بيزم. البيزم ده يا شباب اللي هو لازم يكون له سيتابل فاليوم، سيتابل فوليوم. يبقى احنا عندنا بيزم له suitable volume، عندنا tube ده tube، التube ده طولها تقريبا بنتكلم في 1 متر 1 ايه يا شباب متر، وعندنا كمان suitable amount of mercury. يبقى ده كده الستركتشر بتاع المركري برومتر. اول حاجه عندنا اللي هو البيزم والsuitable volume. تاني حاجه عندنا جلاس تيوب. الجلاس تيوب with cross section section area، وطولها تقريبا بنتكلم في 1 متر وهنعرف ليه قدام شويه. وعندنا suitable amount of mercury، ده كده الستركتشر بتاع مين؟ بتاع البرومتر. نيجي بعد كده الستبس اوف ايه؟ ميركري. ايه الستبس اوف ميركري؟ الستبس اوف ميجرمنت، ايه الخطوات اللي انا هعملها عشان استخدمها عشان اقيس الاتموسفير بريشر؟ اول حاجه ان انا هجيب البيزم ده واحط فيه سيتابل اماونت اوف ميركري ان بيزم، ده ستيب 1. يبقى ستيب 1 هنقول بوت ا سيتابل اماونت اوف ميركري ان بيزم. طب ستيب 2 ان انا هملى التيوب ده هملاها كومبليتلي وذ ميركري. واللي ناخد بالنا يا جماعه من كلمه كومبليتلي، ان لازم التيوب ده تكون ملانه بالكامل على الاخر، يعني لحد التيوب لحد الماوث بتاعها بالميركري. يبقى نمبر 2 بنقول fill the tube completely with mercury. نمبر 3 بعد ما هملاها بالميركري هشقلبها واحطها داخل ايه؟ البيزن. بس ناخد بالنا ان احنا واحنا بنحطها لازم تكون ايه؟ invert the tube upside down، يعني هقلبها واحطها داخل مين؟ داخل البيزن of mercury، making sure that no air bubbles leak inside the tube. لازم نكون متاكدين بنسبه 100% ان مفيش اير دخل في الجزء ده. وليه؟ هنعرف قدام شويه. يعني لازم المنطقه دي تكون ايه؟ المنطقه دي بتكون فاضيه خالص خالص خالص، مفيش اير. يبقى احنا هنا في السلايد دي عرفنا حاجتين، عرفنا الاستراكشر وعرفنا الستبس اوف ميجرمنت. الاستراكشر قلنا عندنا ده كده بيزن والسيتابل فوليوم، عارفين. بعد كده عرفنا ان في تيوب، التيوب ده تقريبا 1 متر. بعد كده سيتابل امونت اوف ميركري. طب الستبس اللي احنا هنعملها، قلنا ان انا هحط ميركري سيتابل امونت اوف ميركري ان ذا بيزن. بعد كده هاخد التيوب واملاها بالميركري كومبليتلي فيلد. بعد كده هشقلبها ابسايد داون وهنزلها في البيزن. بس تيك كير ذير از نو اير بابلز ليك انسايد ذا تيوب. لازم نكون متاكدين ان مفيش اير داخل مين؟ داخل جوه التيوب دي. يبقى احنا كده عرفنا الاستراكشر، عرفنا الستبس اوف ميجرمنتس. طيب تعالوا نيجي نشوف بقى الاوبزرفيشن. ايه الاوبزرفيشن اللي انا اشوفه؟ مجرد يا جماعه ان انا هقلب التيوب ابسايد داون وانزلها في البيزن وتيك كير ان مفيش اير دخل جواها، هلاقي الميركري بدا ينزل لتحت وبقى في منطقه فاضيه فوق كده. المنطقه دي اسمها تورشيليان فاكيوم، على اسم الراجل اللي هو اخترع الجهاز ده، اسمه ايه؟ تورشيلي. طيب يبقى في منطقه هنا فاكيوم او بنسميها سبيس. سبيس يا شباب يعني فاكيوم، يعني فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طبعا لو كان دخل اير واحنا شغالين واحنا بنقلبها كان المنطقه دي مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى فاكيوم، هتبقى فيها اير، وكان الليفل الاير ده هيضغط على الليفل اوف ميركري ينزله لتحت ايه؟ شويه. يبقى احنا بنقول في الاوبزرفيشن هنقول ان الليفل اوف ميركري ان ذا تيوب جوز داون تيل ريتشينج ذا سيرتن هايت ابوف ذا سيرفيس اوف ذا ميركري ان ذا بيزن، اند ذس هايت ريمينز كونستانت ايذر اف ذا تيوب از فيرتيكال، حتى لو التيوب فيرتيكال كده او لو التيوب برضه انكلاين بالشكل ده كده يا جماعه. لو التيوب برضه كده انكلاين لازم هنلاقي ان هم نفس مين يا شباب؟ نفس الليفل كده بالظبط. لازم الهايت ده هيبقى ذا سيم. واحنا بناخد الهايت منين؟ من عند السيرفيس من هنا كده، هنلاقي نفس الهايت برضه.
قال لي column mercury in the tube will be evacuated except from the small amount of mercury vapor. يعني المنطقة دي فاضية ما فيهاش إلا نسبة بسيطة جدا 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 من mercury vapor، والنسبة دي بنعمل لها negligible يعني بنتجاهلها كأنها مش موجودة. والفراغ ده بنسميه على اسم ساينتست اسمه تورشيلي اللي اخترع الجهاز ده، اسمه تورشيليان إيه فاكيوم أو تورشيليان إيه شباب سبيس. يبقى احنا عرفنا الستبس، عرفنا الستراكشر، عرفنا الاوبزرفيشن. طيب تعال نخش على الخطوه اللي بعد كده الا وهي الايديا اوف وركينج. ايه فكره العمل يا شباب؟ طبعا فكره العمل اللي احنا عارفينها ان البريشر ات all points in the same horizontal level in the static homogeneous liquid is the same. يعني لو انا جيت في البوينت دي اهي سميتها بوينت A، وجيت في البوينت دي سميتها بوينت B، يبقى الاتموسفيريك يبقى البريشر ات A equal البريشر ات B. يبقى انا هقول ان البريشر ات A equal بريشر ات B لانهم ذا سيم ليفل. طب عند ايه الاتموس البريشر اللي بيأثر على البوينت ده عباره عن ايه؟ قال لي ده عباره عن الاتموسفيريك بريشر اللي هو ده كده الاتموسفيريك بريشر. طب والبريشر اللي بيأثر عند النقطه بي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الرو جي اتش اللي هو البريشر ريليتد تو ذا ليفل اوف ذا ميركوري. يبقى البريشر الناتج عن ضغط الهايت بتاع الميركوري اللي هو هنقول عليه ايه؟ رو جي اتش. يبقى ده رو ايه؟ ميركوري. طيب يبقى في الحاله دي لو انا عندي بمعلوميه الدنس بتاع الميركوري والجرافيتي والهايت اقدر اقيس الاتموسفيريك ايه يا شباب؟ pressure. ده كده فكرة مين؟ فكرة العمل بتاع مين؟ بتاع البرامتر، البرامتر mercury parameter. يبقى احنا قلنا ان البوينتس اللي موجودة the same horizontal في الستاتيك homogeneous liquid is the same ايه؟ pressure. يبقى البريشر عند ايه؟ equal pressure عند B قلناها. بعد كده البريشر at point B اللي هو الاتموسفيريك بريشر انا عكستهم هنا، يبقى هنا اتموسفيريك بريشر، وهذا البريشر بتاع مين؟ بتاع الميركوري اللي هو رو جي اتش. يبقى هنا يا جماعة ان الاتموسفيريك بريشر is equivalent the pressure due to the weight of mercury column at of height h and cross section area. يبقى انا طلعت من الليلة دي ان الاتموسفيريك بريشر equal rho gh، والرو هنا بتاع مين؟ المركري، والh ده ان انا باخد من الليفل ده من هنا كده لحد هنا كده، ده كده اسمه h. تمام كده يا جماعة؟ ده كده الايديا of working. طيب من هنا كده تعالوا نعرف الاتموسفيريك ايه؟ بريشر. طيب الاتموسفيريك بريشر يا شباب لو انا موجود عند السي ليفل، موجود عند السي ليفل، هلاقي ارتفاع الميركوري في التيوب ده هيطلع تقريبا كام؟ بيطلع 76 سنتيمتر. ده كده لو انا موجود عند السي ليفل، وعشان كده الاتموسفيريك بريشر في الحته دي بنسميها الستاندرد اتموسفيريك بريشر. سمع يا جماعة الستاندرد اتموسفيريك بريشر. ايه الستاندرد اتموسفيريك بريشر؟ ده الاتموسفيريك بريشر ات ذا سي ليفل، بيعادل بيكون ارتفاع الميركوري في التيوب كام؟ 76 سنتيمتر. وعشان كده يا جماعة الساينتست اخترعوا يونت جديدة للاتموسفيريك بريشر سموها سنتيمتر ميركوري. يعني بدل ما اقول ان الاتموسفيريك بريشر ايكوال رو جي اتش، فاحنا ممكن نقول ان الاتموسفيريك بريشر هيبقى ايكوال اتش بس اللي هي 76 سنتيمتر، وبيحطوا جنبيها ميركوري على اساس روجي. تمام كده يا جماعه؟ او ممكن نحولها وتبقى 0.76 وتبقى بالمتر ميركوري، او ممكن نخليها 760 وتبقى بالملي متر ميركوري. وده كده يونت جديده خاصه بالاتموسفيريك بريشر. في الحاله دي ان الاتموسفيريك بريشر بيعادل مين يا شباب؟ بيعادل هايت. والرقم ده لو احنا موجودين عند السي ليفل والتمبريتشر 0 سلسياس ديجري، فعشان كده بنسميه ستاندرد بريشر او بنسميه ستاندرد اتموسفيريك بريشر. طيب تعالوا نشوف ايه المقصود بالستاندرد اتموسفيريك بريشر. يبقى الديفينيشن بتاع الستاندرد اتموسفيريك بريشر بنقول ذا ويت اوف ذا اير كولم هوز بيس از ا يونت اريا. كلمه يونت اريا معناها ان هو 1 متر باور 2. قال لي and its height extend from the sea level، يبقى الهايت بتاعه من عند السي ليفل لحد the top of the atmosphere to the top of the atmosphere يعني نهاية الغلاف الجوي. ده كده مين يا جماعة؟ ده كده اللي هو مين؟ الهايت. طبعا at 0 celsius degree. أو ممكن نجيبها عن طريق مين يا شباب؟ الميركوري بارامتر. هنقول يبقى هنقول it is the air pressure at the sea level، يبقى الـ air pressure at the sea level. قال لي which equivalent، ده اللي بيعادل الـ pressure due to the weight of the air column. ماشي يا شباب؟ طيب ارتفاعه كام؟ قال لي 0.76 متر at 0، ده كده 0 degree.
at zero يا شباب تجري. يبقى احنا خدنا two definitions، يا اما جيبها عن طريق الـ air column، يا اما اقول ان هو بيعادل الـ weight of the mercury column والhigh بتاعه 76 سنتيمتر او 0.76 متر. يبقى ده كده definition بتاع مين؟ الـ atmospheric pressure. تمام. طيب تعالوا نشوف الـ factors affecting the atmospheric pressure. ايه الحاجات اللي بتأثر على الـ atmospheric pressure؟ طيب يا شباب، اللي بيأثر على الـ atmospheric pressure، أنا عارف إن الـ atmospheric pressure equal rho في الـ G في الـ H، ده الرول. طيب يبقى من ضمن الحاجات الـ G اللي هي من الـ gravity acceleration. وطبعا احنا عارفين ان الجرافيتي اكسلريشن ده كونستانت فاليو، مش بتتغير، التغير بيبقى بسيط جدا جدا من مكان لمكان تاني. طيب ادي اول حاجه. تاني حاجه قلل الهايت اباف ذا سي ليفل. احنا عارفين كل ما بنطلع لفوق الهايت ايه بيقل، فبالتالي الاتموسفيريك بريشر ايه بيقل. يعني مثلا احنا اتفقنا هنا كده السي ليفل وهنا كده نهايه الاتموسفير، فالهايت ده اللي هو كل ده، يبقى ده كده الاتموسفيريك بريشر الناتج عن الهايت ده. طب طلعت فوق، بدأنا فوق قمة الجبل اهو، يبقى معنى كده بصوا يا جماعه الهايت قل اهو، يبقى كل ما بنطلع لاعلى كل ما الهايت ايه بيقل. تمام. ده كده نمبر 1 وادي كده نمبر 4. نمبر 3 الافريج دينستي. ليه؟ لان انا بقيس الاتموسفيريك بريشر عن طريق الدينستي بتاع الاير في الجرافيتي في الهايت بتاع مين؟ بتاع الاير من نهايه الغلاف الجوي لحد السي ليفل. تمام. اللي هو بيعادل ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للميركوري. تمام. طبعا كل ما بنطلع الى اعلى طبعا الدنسيتي بتاع الاير بتقل، فناخد بالنا ان الدنسيتي بتاع الاير لما بتتغير الاتموسفيريك بريشر ايه بتتغير، والدنسيتي بتاع الاير بتتغير بسبب مين؟ بسبب التمبريتشر. ليه؟ لان كل ما التمبريتشر انكريز، كل ما التمبريتشر انكريز اللي يحصل للووتر للاير مولكيولز يحصل لهم اكسباند. اكسباند يعني انكريز ان فوليوم، فالفوليوم بيزيد، واحنا عارفين يا جماعه ان الدنسيتي انفرس للفوليوم، وبما ان الدنسيتي انفرس للفوليوم فهنا يحصل اكسباند اهو في الصوره دي، لان التمبريتشر انكريز فالدنسيتي هتقل. وطبعا واحنا عارفين اتموسفيريك بريشر دايركت للدنسيتي فالبريشر هيقل. طب في الصوره دي البريشر انفر الدنسيتي انفرس للفوليوم، طيب هنا الويذر از كولد، بما انه كولد فايه اللي يحصل؟ هيحصل له اكسباند كونتراكت. كونتراكت يعني ديكريز ان فوليوم، فالفوليوم هنا هيقل فالدنسيتي هتزيد، فالاتموسفيريك بريشر ايه هيزيد. فناخد بالنا يبقى الحاجات اللي بتاثر على الاتموسفيريك بريشر طبعا الهايت، الافريج تمبريتشر، الافريج دنسيتي اوف ذا اير، التمبريتشر، وايه كمان؟ والجرافيتي. قلنا الجرافيتي ده ما تاثرش قوي لانها ايه نسبه بسيطه، بتتغير بنسبه بسيطه من مكان الى مكان ايه اخر. ده كده الفاكتورز افكتنج ذا اتموسفيريك بريشر. طيب هنستفاد من الاتموسفيريك بريشر في ايه يا شباب؟ هستخدمه في ايه؟ قال لي uses of mercury barometer، هستفاد منه في ايه؟ قال لي ان انا هقيس بيه الاتموسفيريك بريشر بمين؟ باليونت بير متر باور 2. اهو ده كده الاتموسفيريك بريشر. يبقى الاتموسفيريك بريشر ايكوال اتموسفيريك بريشر ات بوينت ايه؟ يبقى هنا البوينت ده كده هو ايكوال هنا كده، لانهم ذا سيم ايه هوريزونتال ليفل، وهما الاثنين موجودين في هوموجينوس ستاتيك ليكويد. يبقى البريشر هنا كده ده عباره عن مين؟ على الاتموسفيريك بريشر، والبريشر هنا مين؟ عباره عن الرو جي اتش بتاع الميركوري. فعشان كده بنقول يا شباب بنقول ان الاتموسفيريك بريشر هيبقى ايكوال رو جي اتش بالنسبه لمين؟ للميركوري. وده في حاله لو انا بقيسها بالنيوتن بير متر باور 2، او في حاله ان انا بقيسها بالباسكال. انما بقول ان الاتموسفيريك بريشر هيبقى ايكوال الهايت بتاع الميركوري في البارامتر، ده في حاله لو انا بقيسها بالمتر ميركوري او بالسنتي متر ميركوري او بالملي متر ميركوري. وناخد بالنا ان الميركوري ملي متر ميركوري هناخدها قدام شويه اسمها ايه؟ بنسميها تور. اسمها يا شباب تور. وناخد دلوقتي الستاندرد اتموسفيريك ايه بريشر. طيب هستفاد من الليله من الاتموسفيريك بريشر تاني من ضمن الاستخدامات بتاعته ان انا اقدر اقيس بيه ارتفاع يا شباب جبل. ازاي؟ انا موجود في الصوره دي عند السي ليفل، ماشي؟ يبقى هنا الدنسيتي بتاع الميركوري هيبقى ايكوال يا شباب؟ هيبقى ايكوال رو في الجي في الاتش، طبعا اتش 1، وده كده اللي هو ميركوري اهو، ده اتش 1 اللي هي الحته دي لحد هنا كده، ده اسمها ايه يا جماعه؟ اتش 1. تمام. هاخد البارامتر ده واطلع فيه فوق قمه الجبل، طبعا ده هسميها البريشر مثلا 1،
فهيبقى في الحاله دي الاتموسفيرك البريشر بتاع الميركوري هيبقى ايكوال ايه. احنا اتفقنا من قبل كده من كام دقيقه ان كل ما بنطلع لفوق الاتموسفيرك بريشر بيحصل له ايه؟ بيقل. فبالتالي الليفل اوف ميركوري ان ذا برامتر تيوب هيبدا ينزل لتحت، فهيبقى رو في الجي في الاتش، وهنا ده اللي هو الميركوري والاتش ده اللي هو تو، وده كده اللي هو من هنا كده لحد ايه هنا كده ده اتش 2. طبعا ملاحظين الفرق انها اتش، الاتش اقل. طيب فلو جيت اجيب اللي تشينج ان بريشر هيبقى ايكوال يا جماعه، طبعا رو جي اتش تحت ماينس رو جي اتش فوق، فانا هاخد الرو وجي كومن فاكتور طبعا ده بتاع الميركوري، واقوم عامل اتش 1 ماينس اتش 2. ده كده انا جبت اللي تشينج ان ايه ان بريشر اوف ذا ميركوري. طيب تعالوا نعمل الكلام نفسه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاتموسفيرك بريشر. طبعا انا هنا كده عند السيليفل، فيكون الاتموسفيرك بريشر هيبقى ايكوال الرو في جي في الاتش، هنسميها مثلا وليكن اتش 1. الاتش 1 ده اللي هو من نهايه الاتموسفير لحد السيليفل، ده كده اللي هو اتش 1، وده هيبقى مين يا شباب؟ الاير. طبعا لما اطلع فوق هنا كده الاتموسفيرك بريشر هيقل، فهيبقى الاتموسفيرك بريشر هنا هيبقى ايكوال رو في جي في الاتش. الاتش هنا من نهايه الاتموسفير لحد ما نوقف، ده كده اللي هو اتش 2. طيب ده كده ايه؟ اتش 2. طيب جميل قوي، وده طبعا بتاع مين؟ الاير. فانا لو جيت اجيب اللي تشينج ان اتموسفيرك بريشر هيبقى ايكوال رو اير في جي، طبعا اتش هيبقى هنا اتش 1 اللي هو كل ده ماينس اتش 2 اللي هي الحته دي. طيب ما انا لو طرحت ده كده الحته دي كده وشلت منها الجزء ده هيطلع لي مين؟ هيطلع لي الحته دي كده، فالحته ده هسميها اتش بس. يبقى بدل ما اقول اتش 1 ماينس اتش 2 يبقى هقول ايه يا شباب؟ اتش وخلاص. يبقى ده كده اللي تشينج ان بريشر بتاع البرامتر، وده كده اللي تشينج ان بريشر بتاع مين؟ بتاع الاتموسفيريك بريشر. طيب التغير اللي حصل للاتموسفيريك بريشر هو نفس التغير اللي حصل للبرامتر، يبقى دلتا بي ده هي دلتا بي ده، يعني معنى كده ان دلتا بي هتبقى ايكوال دلتا بي. يبقى بالتالي الجزء ده اهو ايكوال الجزء ده اهو، يعني رو اير في جي في الاتش هيبقى ايكوال رو ميركوري في جي اتش 1 ماينس اتش 2. طب ما هو جي هي جي. طيب يبقى انا عندي الدنسيتي بتاع الاير في الهايت، الهايت طبعا بتاع مين؟ بتاع البيلدينج او الماونتنز، هيبقى ايكوال الرو بتاع الميركوري في اتش 1، ده اتش 1 اللي هو الليفل بتاع الميركوري تحت، ماينس اتش 2 اللي هو الليفل بتاع الميركوري في البرامتر ايه فوق. طبعا انا اقدر استخدم الرول ده في ايه يا جماعه؟ هيقابلنا مسائل كتير على حل الرول ده. هيجيب لي مثلا طياره ويقول لي هات لي الاتموسفيريك بريشر في بره الطياره دي، هيجيب لي مثلا جبل ويقول لي احسب لي طول المبنى ده، هيجيب لي مثلا جبل ويقول لي احسب لي طول الجبل ده. يبقى عن طريق البريشر بتاع الاير والهايت والبريشر بتاع الميركوري واتش 1 واتش 2 اقدر احسب اي حاجه ايه من نوعهم. يبقى ده من ضمن استخدامات مين يا شباب؟ من ضمن استخدامات البارامتر، ان انا اقدر اجيب يا اما اجيب ب هنا كده الدنسيتي بتاع الاير، احسب الدنسيتي اوف اير، يا اما عن طريق ده كده احسب ايه الهايت اوف ايه بيلدينج بقى، هايت اوف ايه بيلدينج، او الهايت بتاع مبنى، او الهايت بتاع ايه اي حاجه. تمام كده يا شباب؟ او ممكن عن طريق ده مثلا انا عايز البريشر مثلا طياره على ارتفاع معين وعايز الاتموسفيريك بريشر بتاعها، الاتموسفيريك بريشر بره الطياره دي، يبقى في الحاله دي انا هجيب مين؟ اتش 2، واقول له ان الاتموسفيريك بريشر هيبقى اتش 2 بس لازم يطلع بالسنتيمتر ميركوري او المتر ميركوري او المليمتر ايه ميركوري على حسب الوحدات اللي انا مستخدمها. يبقى ده كده يا شباب ضمن استخدامات مين؟ البرامتر. طيب تعالوا نروح بقى للميجرنج يونت اوف ايه اتموسفيريك بريشر. اتفقنا ان انا في عندي يونت اللي هي نيوتن بير متر بار 2، وده بتعادل الباسكال، وفي عندي كمان اللي هي متر ميركوري ده الجديده الخاصه بالاتموسفيريك بريشر، وفي سنتيمتر ميركوري، وفي متر ملي متر ميركوري، وده سميناها يا جماعه التور. تمام، وفي يونت جديده اسمها بار. طيب تعالوا نشوف قيمة الاتموسفيريك بريشر اللي احنا بنتكلم بقى على الستاندرد اللي هو موجود عند السيليفل. انا عندي وفي يونت جديدة صح نسيت اقولها اللي هي الاتموسفير، اللي هي بتسموها في الدراسات كده ضغط جوي، كنتوا بتسموها زمان في الدراسات والجغرافيا والتاريخ ده ضغط جوي. فاليونت بالاتموسفير بنسميها 1
اتموسفير، يبقى عند السيلفل عند مستوى سطح البحر بنقول ان الضغط الجوي بيساوي واحد ضغط جوي اللي هي 1 اتموسفير. طب ال 1 اتموسفير ده بيعادل بالنيوتن بير متر اللي هي 1.013 × 10⁻⁵. طبعا نيوتن بير متر بار 2، وده بيعادل باسكال. واللي ده كمان يا جماعه بيعادل اللي هي 1.13 بار. ناخد بالنا من التحويلات بس، الله يكرم كلنا، الحته دي مهمه جدا في التحويلات. قال لي ده بيعادل كمان اللي هي 0.76 متر مركري. اها تمام. وده بيعادل كام يا شباب؟ اللي هو 76 سنتيمتر مركري. اها وكمان بيعادل 760 بالايه؟ بالمليمتر مركري، وده كده اللي بنسميه تور. ده كده وحدات او قيم الستاندرد اتموسفيريك بريشر. ده كده قيم الستاندرد اتموسفيريك بريشر. المشكله عندي فين بقى يا جماعه؟ المشكله عندي في التحويلات. لو انا عايز احول من متر مركري لنيوتن بير متر بار 2، فاعمل تايمز رو مركري في ايه؟ في جرافتي. طب لو انا عايز احول من متر مركري لسنتيمتر مركري بعمل تايمز 10⁻². طب لو انا عايز ارجع بعمل تايمز 10⁻². طب لو انا عايز احول من سنتيمتر مركري لمليمتر مركري بعمل تايمز 10. لو انا عايز ارجع بعمل ديفايدد 10. طيب لو انا عايز احول من نيوتن بير متر لبار بعمل تايمز 10⁻⁵. طب لو عايز ارجع اعمل تايمز 10⁵. طب لو عايز احول من هنا من تور لبار بعمل تايمز الدنستي بتاع الميركري في الجرافتي في تايمز 10⁻⁸. ده كده الحاجات اللي هي السموث، الحاجات اللي هي البسيطه من ده لده ومن ده لده. انما المشكله بقى في ايه يا شباب؟ المشكله مثلا لو جاب لي مثلا المتر ميركري للبار، هبدا بقى اجي من متر ميركري اروح للنيوتن بير متر بار 2 وارجع اروح للبار، او اروح للسنتيمتر ومن السنتيمتر للمليمتر ومن المليمتر ارجع بار. الليله كبيره قوي. فعشان كده احنا عملنا رول بسيط جدا جدا، الا وهو بيقول لي ايه بقى؟ البريشر ان ذا ريكوايرد يونت. ماشي، يبقى ده البريشر بالقيمه اللي انا عايزها. هعمل ايه؟ قال لي هيبقى ايكوال الكوانتيتي تو بي كونفرتد، القيمه اللي انا عايز احولها، هطبق عليكم باكزامبل دلوقتي، تايمز الاتموسفيريك بريشر ان ذا ريكوايرد يونت، يعني قيمه الاتموسفيريك بريشر باليونت المطلوبه، واقسمه على الاتموسفيريك بريشر بالاوريجينال يونت، القيمه الاصليه. يعني مثلا نختار اي حاجه يا شباب، مثلا سنتيمتر مركري هحوله لبار. انا عندي مثلا وليكن نقول اي رقم، مثلا 0.5 متر مركري، حوله لي يا باشا البار. حلو قوي. هقول الاتموسفيريك بريشر انا هحوله لايه؟ لبار. هيبقى ايكوال اول حاجه اللي هي مين؟ الكوانتيتي تو بي كونفرتد، القيمه اللي انا عايز احولها. القيمه اللي انا عايز احولها كام؟ 0.85 تايمز على الاتموسفيريك بريشر ان ريكوايرد يونت، يعني قيمه الاتموسفيريك بريشر باليونت اللي انا هحول لها. انا هحول لايه؟ لبار، فاعمله تايمز كام؟ 1.013 divided على atmospheric pressure بالاوريجينال يونت. الاوريجينال يونت بتاعت اللي هي مين؟ متر مركري. طب المتر مركري قيمه الاتموسفيريك بريشر كام؟ 0.76. والكالكوليتر يا باشا هتطلع لك اليونت وهتبقى بالايه؟ بالبار. بس كده. يبقى انت مطالب منك تعرف قيم الاتموسفيريك بريشر، تعرف ان هو بيعادل 1 اتموسفير، بيعادل 1.013 × 10⁻⁵ نيوتن بير متر بار 2 او باسكال، بيعادل الرقم ده بالبار، بيعادل الرقم ده بالمليمتر مركري او التور، بيعادل الرقم ده بالسنتيمتر مركري، بيعادل الرقم ده بالمتر مركري. فلازم تحفظ القيم ده والرول ده، ان هو البريشر بالريكوايرد يونت هيبقى ايكوال الكوانتيتي تو بي كونفرتد، القيمه اللي انا عايز احولها هضربها في قيمه الاتموسفيريك بريشر باليونت اللي انا هحول عليها، واقسمها على قيمه الاتموسفيريك باليونت اللي انا محول منها. فده كده ناخد بالنا، لان بيجي لنا في المسائل تحويلات زي كده، هو طالب، هو الناتج هيطلع بقيمه بس هو عايز يونت ثانيه مختلفه، فانا لازم نحفظ القيم ده يا شباب. تمام كده، تمام قوي زي الفل. تعالوا بقى نخش على حاجه ثانيه، ليه احنا بنستخدم ميركري وليه مش بنستخدم ووتر؟ ليه بنستخدم ميركري؟ فهنقول الريزون. العكس بتاعه ليه مش الووتر يا شباب؟ يبقى الريزون ليه بنستخدم ميركري، لو عكسناه يبقى ليه مش بنستخدم ووتر. يعني مثلا قال لي الهاي دينستي اوف ميركري،
ارتفاع الميركري في التيوب. احنا عارفين ان الهايت انفرس لمين؟ للدينستي. فالميركري الدينستي بتاعته كبيره، فيكون قيمه الهايت بتاع الميركري في التيوب صغير، اللي هو تقريبا في الستاندرد 76، وعشان كده احنا خدنا انبوبه طولها متر. يبقى هنا اول حاجه الهايت اوف ذا ميركري، الهايت اوف ايتش كولم كان بي سيتبل فور يوزنج ذا تيوب اوف ريزنس لينث اللي هو less than 1 متر فور ميجرنج اتموسفيريك بريشر. اعكس الكلام ده يا باشا، يبقى ليه مش الميه؟ اها ليه مش الميه؟ يبقى الدنسيتي اوف ووتر از ماتش less than ذات اوف ميركري، سو ذا هايت، طبعا الهايت بتاع الووتر هيبقى كبير جدا. ووتر مير كولم ذات هاز بريشر ايكويفالنت تو ذا اتموسفيريك بريشر ايكوال كام؟ 10.3. يبقى احنا عشان يا شباب نستخدم مية عايزين انبوبة طولها يكون كام؟ 10.3. وعشان كده طولر، واحنا عشان كده ده هيكون ارتفاع المية في الايه؟ في التيوب، اللي هو هيعادل 10.3. يبقى احنا كده محتاجين انبوبة تكون طولها كام؟ اكبر من 10 ايه؟ متر. وده الموضوع هيبقى صعب. و 10 متر انت بتتكلم في 3 في 3 ادوار من بيتك مثلا، ارتفاع 3 ادوار، يعني الدور 3 متر يبقى 9 متر، يبقى 3 متر وشويه كمان يعني. فيبقى ليه الميركري؟ عشان الدنسيتي بتاعته كبيره فيبقى الهايت ايه؟ قليله. ليه مش الووتر؟ عشان الدنسيتي قليله فيكون الهايت ايه؟ كبيره. طيب هنا تاني حاجه، قلل بريشر اوف ذا ميركري فيبر. طبعا نسبه الميركري فيبر اللي موجوده في الفاكيوم تورشيليان نسبه قليله جدا جدا، وعشان كده اتفقنا ان احنا بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها نيجليجبل. ده في الووتر لا، هيبقى في نسبه ووتر فيبر موجوده، فبالتالي هتاثر على قرايه البرامتر، فمش هنقدر نعمل لها اجنورد او نيجليجبل. يبقى هنا هنقول ان البريشر دي تو ذا ووتر فيبر از ان ذا تيوب كانوت بي نيجليكتد، مش هينفع نهملها. تمام يا شباب، ده كده تاني ريزون. تالت ريزون، احنا عارفين ان الادهيسيف فورس اللي هو بين الميركري وكمان والجلاس، في الميركري الادهيسيف فورس اللي هي قوه الالتصاق الميركري بالتيوب قليله جدا جدا، وعشان كده الميركري ما بيلزقش. ده بخلاف الميه، الميه الادهيسيف فورس ده كبيره، فالميه بتلزق في التيوب. يبقى عرفنا ليه الميركري ليه مش الووتر، ده خلاص الريزون اهو. نمبر 4، ان الميركري اصلا سيلفر كولر، فكان بي سين ايزلي، انما المايه ترانسبيرنت كانوت بي سين ايزلي. يبقى احنا عندنا اربع ريزون ليه مش ليه الميركري، نعكسهم الاربعه دول هيبقوا ليه مش الووتر. طبعا انا هنا اكتفيت بايه؟ بتو، انما الاثنين التانيين دول قلتهم. هنا الادهيسيف فورس ماشي فير ويك، هنا الادهيسيف فورس كبيره، هنا الميركري هاز سيلفر كولر فكان بي سين ايزلي، هنا المايه ترانسبيرنت كانوت بي سين ايه يا شباب؟ ازلي. يبقى هنا عرفنا ليه الميركري وليه مش الووتر. طيب تعالوا ناخد بقى ايه شويه نوتس كده. ايه النوتس؟ قال لي when measuring the atmospheric pressure at some place، لو انا بقيس الاتموسفيريك بريشر at some place، قال لي the height of the mercury column in the parameter tube doesn't depend. ارتفاع الميركري في التيوب ده يا شباب مش هيعتمد على، مش ايه؟ هيعتمد على، ما بيعتمدش على ايه؟ قال لي well, number one length of the tube. Length of the tube مش فارق معانا. اللينس اوف ذا تيوب يا شباب ايه؟ مش فارق معانا، سواء خدت انبوبه متر، انبوبه متر ونص، انبوبه 2 متر، المهم في النهايه ان هيبقى الستاندرد اتموسفيريك بريشر يبقى كام يا شباب؟ 76. يبقى ما بيفرقش معانا ايه يا شباب؟ اللينس اوف ذا تيوب از ا لونج فيرتيكال كولم اوكي ابوف اوبن سيرفيس اريا ان ذا بيزن از لارجر ذان ذات اتموسفيريك بريشر ان ذا يونت اوف 8 سنتيمتر، يعني طول الانبوبه ما بيفرقش معانا. تاني حاجة الـ length of submerged part، الجزء ده اهو، شايف الجزء ده يا شباب؟ ده جزء كبير، ده جزء قليل، ده كده جزء أقل، ده كده جزء كبير شوية، ده كده جزء أكبر. هل الجزء المغمور في الميرك ده هيفرق معانا؟ ما بيفرقش معانا في القراية، ما بتفرقش. نمبر 3 الـ cross section area، الأريا دي مثلا كبيرة، الأريا دي صغيرة، الأريا ما بتفرقش معانا كمان، يبقى الـ cross section area ما بتفرقش. نمبر 4 اللي هو الانكلينيشن، الانبوبه ده فيرتيكال، الانبوبه ده انكلايند، هل هتاثر معانا؟ لا، احنا بناخد ايه؟ اللينث ده يا شباب، ما حدش ياخد طول الانبوبه من هنا كده، لا احنا بناخد من الهايت لحد الليفل بتاع الميركري وبنقيس ده، عشان في مسائل هتقابلنا بتدينا طول الانبوبه وتدينا الانجل دي، فانا عن طريق الانجل دي اللي هي الساين بجيبها عن طريق مين؟ الساين ثيتا، هقول مثلا الساين ثيتا، هقول ده مثلا وليكن دي وده الاتش مثلا، يبقى في الحاله دي الساين ثيتا هيبقى ايكوال يا شباب الاوبزيت على هايبوتنس اللي هو اتش دي، ومنها نقول ان الاتش هيبقى ساين ثيتا تايمز ايه؟ دي. فناخد بالنا في مسائل هتقابلنا على الحاجات دي، فالانبوبه سواء كانت فيرتيكال او انكلايند مش هتفرق معانا.
بعد كده يا شباب قال لي الفوليوم اوف تيرشيليوم فاكيوم. الفوليوم ده هنا كده الحته دي او الحته دي مش مهم، مش فارقه معانا. اللي هيفرق معانا قلنا الهايت بتاع الايه الميركري. طيب قال لي اند ذيس از بيكوز ذا هايت اوف ميركري ان ذا بارامتر ديبندز اون. ليه؟ لان البريشر هنا ديبندز على كام حاجه يا شباب، على الدنس بتاع الميركري والجرافيتي والهايت، مش بيعتمد على اي حاجه. يبقى احنا البريشر بيعتمد على الرول ده بس يا شباب، مش بيعتمد على اي حاجه تاني. فناخد بالنا من الحاجات دي. يبقى انا عندي 5 ريزونز اهو، الميجرنج اتموسفيريك بريشر اند ذا بارامتر مش بيعتمد عليهم. طيب تعال نشوف بقى التورشينيوم فاكيوم. ايه التورشينيوم فاكيوم اللي هو الفراغ ده؟ قال لي هنا ديسابير. امتى التورشينيوم فاكيوم بيختفي يا شباب؟ قال لي when the vertical height of the tube in centimeter from the open surface of the mercury is being less than or equal to the value of the atmospheric pressure. ايه الكلام الجميل ده؟ ده معناه ان الجزء ده هو بيختفي يا شباب امتى؟ لو انا طول الانبوبه مش مناسب معايا، فبالتالي قيمه الاتموسفيريك بريشر هنا كده بيعادل الهايت ده كله او اكبر منه، فبالتالي قيمه التورشيلين تيوب ده بيختفي. ماشي at the place of measuring and in this case blah blah blah، يعني خلاص كده يعني تمام. ده كده يا جماعه التورشيلين تيوب، ويعتبر كده ايه؟ نعتبر ان هنا مين؟ ال اسمه ايه ده؟ البرامتر، الميركوري برامتر. طيب تعال ناخد تطبيق على الميركوري برامتر، الا وهو اللي هي التيوب دي اللي هي بنسميها كابيلاري تيوب، او في ناس بنطقها كابيلاري تيوب، يعني الامريكان بيحبوا ينطقها كده كابيلاري تيوب. الكابيلاري تيوب ده يا شباب بتبقى حابسه شويه اير جواها هنا كده ماشي، وبنبقى قافلين على الاير بثريد. ثريد ايه؟ ثريد ميركوري. وناخد بالنا كلمه ثريد ميركوري ده مش خيط مصنوع من الميركوري، عشان سالت السؤال ده امبارح للاسف، ان هنا ثريد ميركوري ان ده ميركوري خيط يعني معمول من الميركوري. ده يا شباب هو ميركوري بس هو رفيع قوي، فاحنا بنقول ايه؟ ثريد ميركوري يعني. طيب تعالوا نشوف. انا عندي 3 بوزيشن. البوزيشن الاولاني ان هو التيوب بتبقى horizontal زي احنا شايفين كده، فبيبقى البريشر هنا كده ده البريشر بتاع مين؟ الاير. والبريشر هنا كده ده طبعا اتجاهه، وده كده اتجاه مين؟ الاتموسفيريك بريشر. في الحاله دي لما يكون التيوب horizontal كده يبقى البريشر بتاع الاير ايكوال اتموسفيريك بريشر. الحاله الثانيه لو الفيرتيكال اورينتد ايه انت اتس اوبن از ابورد. طيب يبقى في هنا كده يا جماعه البريشر بتاع الاير بيضغط لفوق، وفي هنا كده اتموسفيريك بريشر بيضغط لتحت، وفي كده كمان الميركوري ده بيضغط لتحت هو كمان. فطبعا البريشر بتاع الاير هيبقى ايكوال اتموسفيريك بريشر بلس هايت. طب لو شقلبناها هيبقى في هنا كده البريشر بتاع الاير، وهنا البريشر بتاع الميركوري ده، وفي هنا كده اتموسفيريك ايه بريشر. طبعا الاتموسفيريك بريشر هيبقى ايكوال للبريشر بتاع الاير بلس الهايت. فلو انا عايز البريشر بتاع الاير يبقى البريشر اير ايكوال اتموسفيريك بريشر ماينس هايت. يبقى عندنا 3 كيسز. الحاله الاولى لو هي هوريزونتال يبقى البريشر اوف اير ايكوال اتموسفيريك بريشر. الحاله الثانيه لو هي فيرتيكال اند اتس اوبننج از ابورد يبقى البريشر اوف اير ايكوال اتموسفيريك بريشر بلس هايت. الحاله الثالثه لو الفيرتيكال اورينتد اند اتس اوبن داونورد يبقى البريشر بتاع الاير ايكوال اتموسفيريك بريشر ماينس هايت. ويبقى كده خلصنا الكابيلاري تيوب. اشوفكم في المانوميتر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.